السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جيمينج دي زد بليس. الفيديو تاع اليوم راح نجربو فيفا 20 مع بعض، النسخة التجريبية كما راكم تشوفوا. هذه النسخة التجريبية تاع فيفا 20، اخيرا تصدر النسخة التجريبية. مازال النسخة الاصلية يقول لك فيها طور جديد جيد اللي هو الفولتا فوتبول اللي كما راكم تشوفوا فيه، وفيه الفولتا وورلد. هذه قال لك طور جد رائع في فيفا 20. كيف تشوفوا هاي فوتبول فولتا فوتبول وركلة البداية هذه في التجريبية. بغيت نقول لكم باللي النسخة التجريبية مش قاش تخدوها بأعين الاعتبار، لأن النسخة التجريبية تبقى النسخة التجريبية. النسخة الأصلية هي الصح، غادي يكون النسخة الأصلية راح يكون فيها أشياء جديدة على النسخة التجريبية وأشياء رائعة. هذه غير باش نجربوها، غادي نجربو مع بعض ركلة البداية، نشوفوا الأشياء الجديدة اللي فيها في اللعب. فركلة البداية من الأحسن كنت بنجرب فولتا فوتبول، لكن أنا الأشياء الجميلة دائما نخليها في الأخير، لأن الفولتا فوتبول هو اللي راني متحمس باش نجربها، وأنا من عشاق فيفا بصراحة. بغيت نجرب الفولتا، لكن غادي نجربو ركلة البداية ونروحو نجربو الفولتا أيضا مع بعض. راكم تشوفو هنا ديرك خرج، مكانش مباراة كلاسيكية كيما مداري، كاين بطولة غادي نديرو هنايا دوري المجموعات. الأندية اللي فيها إلى الأندية فيها ريال مدريد كما راكم تشوفوا، ليفربول، تشيلسي، مكاش مانشستر يونايتد، ومكاش مانشستر سيتي، مكاش هادو. صح نديرو ريال مدريد ونديرو ليفربول. ريال مدريد كونتر ليفربول، صلاح وراموس كما راكم تشوفوا. كما هكا نروحو نديرو كنت نجربو، ندخلو على ال كالمعتاد، هما التدريبات كالمعتاد. زادوا لنا هنا الانالوج، هنا يوريو لك كيفاش تحركه. زادوا لنا هذه ما كانتش كاينه في هاي، لا هذه في التدريبات. او هذه زادوا هنا في التدريبات. هو ديريكت نجربوا مباراه، حنا ما خصناش تدريبات، حنايا نروحوا نجربوا ديريكت مباراه. ها هو سانتياغو برنابيو كما راكم تشوفوا. ها هي بداية فيفا 2020 في سانتياغو برنابيو. تعليق فيها التعليق باللغة الإنجليزية لأنها نسخة تجريبية. هذه على دخول اللاعبين، غادي نشوفوا أوجه تاع اللاعبين. ها هما دانيال هازار، جينيور، بنزيما، أوجههم ما كاش تغيير كبير زعما بين 19 و20 في الجرافيزم، لكن في اللاعب دو كنا نجربوا اللاعب ونشوفوا التغييرات في اللاعب. نشوفوا اوجه اللاعبين تاع ليفربول، حسنوا قليلا منها، حسنوا. هاي اوجه اللاعبين، هاولا محمد صلاح، فيرمينو، ماني كيما راكم تشوفوا. روحوا انا تقلقت، غادي نروحوا ديريكت نجربوا اللعبه تاعنا. على البدايه دانيال هازارد يمتاز بالسرعه، واللعبه على حسب اللي قريت انا في تويتر قال لك لعبها ثقيل، انا ما تبانليش لعبها ثقيل، يبان لي اللعب عادي فيها. اولا اولا غادي نجربوا المهارات. اولا جورجينيو واينالدوم ستارتس وذ جوردن هندرسون ان ذا سنتر اوف ذا بيتش اند ان ذس تاكتيكال سيت اب ذي هاف جست مهارات غير هي كيما نقولوا. هازارد راه يدخل، بنزيما يسدد، اوي اي 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 اي، والهدف الاول من بنزيما. او افتتاح جيد لفيفا 20 كيما شفتوا، افتتاح ينزح على او يديها صلاح، ديها صلاح، ديها صلاح، صلاح صلاح واعر، صلاح واعر واعر، صلاح واعر واعر، يحتفظ بالكره. او ضاعت لهم الكره، ضاعت لهم، ضاعت لهم الكره عند جينيور. روح 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 بنزيما، روح بنزيما، دانيال هازارد من هنا، بنزيما في الاورج، بنزيما في الاورج. او راح لنا ماني، ماني راح، ماني او فيرمينو. او هي روح جينيور، روح جينيور، روح ادخلوا مع هازارد من هيها، ولا ها ولا عند كروس، عند كروس، مارسيلو، مارسيلو يروح، مارسيلو اللي يرجع، رجع مارسيلو، خلي دانيال هازارد يروح. او هازارد يدخل، هازارد يدخل، هازارد، هازارد، او
رجع الكرة إلى لوكا مودريش. لوكا مودريش لا إلى فاران، فاران إلى كارباخا، غادي يرجعوها بنزيما. بنزيما اش راه يدير هنا؟ بنزيما اش كدير هنا؟ كارباخا الباسيها لتوني كروز، توني كروز الجينيور، جينيور او دعت 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 الكرة وساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني راح راح لنا ساديو ماني. او كازيميرو، مودريش، مودريش الى جينيور، 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 روح كارباخال، روح كارباخال، وراه جينيور، وراه جينيور، او كارباخال واحد بصح شفت الجري شويه راهم في الجر باطي. اوبا با با وي اوفسايد، اوفسايد يا بنزيما، اوفسايد، سجلت هدف والباقي كله اوفسايد. اوت عبك ما كنتش نقارع في الكره، ما كنتش نقارع في الكره، ما كنتش نقارع فيها، ما كنتش نقارع في الكرة، ما كنتش نقارع في الكرة. ايا دانيال، دانيال او ورا الاربيت، ورا الاربيت، اين انت يا الحكم؟ في الجري كيما دانيال هازارد على بالكم يمتاز بالسرعة، بالك لي كاين بطء هنا في الجري. مام مارسيلو، مارسيلو هنا بالك لي الدفاع راه يجري على على المهاجمين، بالك لي الظهير والدفاع. كارباخال جرى قبيلة، اوب او ساديو ماني نزحها منه، ساديو ماني، ساديو ماني خطير، ساديو ماني. او شتو كاين في الجريات، بدلت الجريات على اللاعبين، راهم في الجري ماشي كيما فيفا ديزنا في الجري كيما راكم تشوفوا. او لا الجري تبدل تاعهم، نزعنا الكرة بصعوبة، على بالكم بلي نزع الكرة راه في فيفا باش تنزع الكرة. مام الجري، الجري انا ما عجبنيش الجري. ولا دانيال هازارد، لا بنزيما، هذا بنزيما. بنزيما راه يغير المكان بزاف، راه يغير المكان، هذاك مكان تاع دانيال هازارد. بات لي الجري عليها، قالوا في تويتر باللي بطيئه. هذا او عاودنا تزعناها منهم، جينيور اللي يروح من هنا. حاول بنزيما دخل، بنزيما يدخل، بنزيما، 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 اوه اي اي ضيع 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 ضيع، درت باس فور، عاودوا ولات الكره. يروح جينيور من هنا، يروح جينيور من هنا. ايوا اوب لا 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 هي نفسها، نفس اوب اوب نفسها، نفسها نفس فيفا 19، لكن كاين تغير، تغير في الجري. هذا ما كان عليها الناس لاحظوا بعض البطء، هذاك التغير في الجري اللي داروه بصح بانت لي كيف كيف. بصح هذه نسخه تجريبيه ما ناخذوهاش بعين الاعتبار كيما نقولوا، هذه تجريبيه. ننتزع الكره منه، اي 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 جينيور، 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 هازارد، 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 هازارد نورمالمون هذه الجريه. ايا مودريش، اي 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 اي، والهدف الثاني، هدف الثاني من هازارد الى مودريش، هدف الثاني في فيفا 20. او يا 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 مودريش، او لقى مارسيلو ما يروحش من هذه البلاصه، لقى لقى تبع لي صالح، لقى تبع لنا صالح. او او ماذا يفعل؟ او با 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 با. لقى لنا جوار يطلع، لقى لنا جوار يطلع. او ماني 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 ماني، هيا مارسيلو، مارسيلو غادي يطلع هو و... هو ودانيال، دانيال هازارد يطلع، صاي طلع لهم. او هازارد، 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 او با 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 با، هازارد ماذا يعمل؟ عليكم حسنوا منها، حسنوا منها،
كانت بعض الغلطات في فيفا 19 حسنوا منها على بالكم في التسديد، كنت غادي نسجلها هذيك كانت في الفيفا 19 نسجلها. حسنوا من الحارس، من كاين بعض الاماكن كان الحارس ما يقدرش فيها الكره. كارباخال نعطوها الواحد يعرف يسدد، يعرف يسدد، دقيقة يعرف يسدد. جينيور 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 اوه لقد ننتزعوا منهم الكرة، لقد ننتزعوا منهم الكرة هنا يا راهم كان عندهم ضيقة هنا يا اوه رحنا رحنا غادي يروحنا صالح صالح خطير صالح خطير صالح خطير مع فيرمينو صالح مع فيرمينو اوه تعدي الخطورة. كما شفتوا في التجربة تاعنا تاع المباراة كان دانيال هازارد بطيء قليلا مع المدافعين ولا مع الظاهر، هي نورمالمون العكس، نورمالمون دانيال هازارد عنده يمتاز بالسرعة، هو عنده سرعة فائقة، نورمالمون يتجاوز ذاك الظاهر عادي، بس انا شفت شوية بطء مع كان دانيال هازارد بطيء مع المدافعين ومع الظاهر هذاك، نورمالمون يتجاوزهم بسهولة. معليش هذا بث تجريبي تاع من ماشي كيما نقولوا هذه اللعبة التجريبية لفيفا 20، مازال ما ظهرتش النسخة الأصلية، نروحوا مباشرة ما نطولش معكم نجربوا فولتا فوتبول. هذه البداية أجاكس بداية بداية تفكرك بتاع رونالدو فيفا 19 ولا 18. فيفا 18 في ظهرك، فيفا 18 فيفا 18 الى البداية. جينيور هذا ما هكا تكمل الماتش، لا هما الان في الشارع ولا فولتا فولتا حسب رأيي قالوا بلي شبه فيفا ستريت، هاي فري ستايل في الشارع اللي يتذكر فيفا ستريت غادي هاي لا بالك تتذكروا فيفا ستريت، انقطعت فيفا على اصدار فيفا ستريت والان جمعتهم مع بعض فيفا العادية مع فيفا ستريت، راهم مع بعض ناس بزاف كاين اللي توحشوا فيفا ستريت. قال لا ينقصنا لاعب، اتلعب خاصهم جوار. هذه تذكرنا بفيفا ستريت كما قلت لكم، هاي لا تحسب فيفا ستريت، هاي لا فيفا ستريت مع فيها البنات والاولاد، فيفا ستريت مع فيفا العاديه زعما راهم جامعينهم فيها. نشوفوا الفري ستايل اللي يديره ضاعت الكره على البريمي بيت شابه هذه داير لنا صح فوتو معلش فولتا طلعوا لنا دروك يبقى واحد الصديق تاعنا يبقى في المرمى اولا طلعنا لهم المرمى راهي خاوية 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 دخلنا بيها ايو عطاكم شابة بزاف فولتا فولتا شابة. غادي نسيو انا يعجبني الفري ستايل تاع اللقطات تاع اللاعب او هذا وين اوه 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 فري ستايل شباب فيها لقطات والله اوب اوب اوه 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 فيها لقطات شابين على بالكم
اوب اوه لقطه لقطه واعره لقطه واعره تاع 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 اوب لا هذاك صعب فيها باش تنزع الكره ما في العاديه وشت صعوبه في النزع الكره فيفا فيها الصعوبه في نزع الكره هذه اللي نحاول ندير اي دا تاع تاع اوب اوب ضاعت 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 منا ضاعت منا الكرة ضاعت اوب 2-0 نروحو نشوفو فولتا الشوط الثاني فيها لقطات شابين على بالكم مامو غادي نحطو الكرة راه تشوفو نورمالمون نورمالمون لقطات تاع فيفا العادية فيها تاني اوه سجلوا لنا الهدف ها يا دائما اوب 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 راحونا 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 غادي يسجلوا لنا غادي يعدلوا لنا ما خلوهمش يعدلوا هاولا طلعنا لهم والمرمى خاوي او يا 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 كنت غادي ما بغيتش نسجل لهم هدف عادي ما حبيتش نسجل لهم هدف عادي لقد سجل لهم هدف او هدف الثالث ايوا غادي نزيدو نبدلو لهم دروك يكون هدف اخر هاد الخطرة هاد الخطرة هدف اخر اوب اوووو اوب هي مليحة تلعبها انت وصاحبك على بالك تلعبها تيكون معك واحد تلعبوها غاية فولتا هادي نورمالمون فيها الاسوار فيها الاسوار اوه مرمى خاوي كارتي بك لا غارديا لا جول لا حتى واحد ضيعناها اي عاوديها عاوديها اوب اوه الهدف الرابع هاي فولتا فوتبول والله قلت لكم عليها قلت لكم خلو فولتا فوتبول خلوها في الاخير خاطش متوقع باللي لعبه شابه اللي ما يبغيش يلعب الفيفا العاديه يدي يلعب مود فولتا كما شفتوا هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم على تجربه لعبه فيفا 20 ديمو تجريبية كما نقولوا النسخة التجريبية ماشي الأصلية بصح كانت في الفولتا أحسن أنا بانت لي في الفولتا المود اللي زادوه أحسن إذا عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديرونا لايك ديرونا كومنتير أبوني قناة تاعنا فضلا منكم هذا وليس أمرا ولا بغيتو ندير لكم دي فيديو على فيفا النسخة الأصلية ما عليكم غير ديرونا أبوني قناة تاعنا لايك كومنتير في الفيديو هذا لقد تعاونونا في لاشين هذه إن شاء الله راح نجيب لكم فيفا الأصلية ونديرو دي فيديو عليها على فيفا التيميت تيم راح نلعبوها مع بعض نديرو درافت نجربو كل شيء فيها ما بقى غير نقولكم غير تهلاو في روحكم ونتلاقو في فيديو اخر ان شاء الله السلام عليكم